السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ المهم ما تديوش عليا، انا متوتره بزاف، فرحانه البنات بزاف بزاف بزاف. المهم قريت البنات واحد الرساله جاتني اليوم غير دابا نيت، وراكم عارفين يا خواتاتي يمكن خزي عليكم حتى شي حاجه اللي كانت كنقولها، وهذا واش ديفو فيا او لا شي حاجه اللي هي ايجابيه ما عرفتش. اهم حاجه انا اللي كانت كنوصلها في البلاصه ليكم، خايبه ولا زوينه. المهم البنات اليوم وفقت نعاود لكم منصح باش تفهموا القضيه شنو وقع، باش تفهموني. اول حاجه راني مريضه البنات، دعوا لي بالشفاء. المرات اللي وافقت جمعت لي الجماع، راني باقا البنات في الروينه الصراحه ديالتي. دابا راه نقول لكم البنات راه الرينغريد غير مديباني بها وصافي. المهم بديت كنجمع في البيوش وداك الشيء كنقاد لكم هكا، وباغي ان شاء الله نبدا نصور شي فيديوهات غيكون ان شاء الله قدام زويونين بزاف بزاف، غادي يعجبوكم اكيد. المهم البنات والتليفون صافي النهار كان ما وصلتوش الصراحه، ما قربتش ليه. المهم خليته وقلت صافي، انا من عادتي البنات كنقلب فيديو شحال وصل مثلا، كنبقى حاضيه الصراحه. راه ملي ما كيكونش فيه مشاهده كيبقى فيا حال فعلا، كنبقى مقابلاها فين وصلها فين وصلها فين وصل. المهم كنبقى نهار فاليوم الصراحه قلت غنحيد عليه، ما عارف الفيديو خليه طلع ما طلعش ماشي مشكل، صافي اليوم غنخليه خاص ليا وللدار. بقيت هاكل باش كنجمع الروينه كبشوي، راكم عارفين كذا من هنا كذا من هنا كذا من هنا. حتى دابا راه ما عادش شحال الساعه، دابا راه شي ربعه العشيه، دابا اليوم راه الحد البنات باش تعرفوا الفيديو اللي مصور لكم نهار الحد. المهم بقيت باركه بحال هاكا البنات وكنصور، كان قاد هكا ولا كانت شي حاجه صافي. بقيت باركه كنقول في عقلي وهاد القناه دابا انا راه هي راه فيها الاشهار وكل شيء، ولكن علاش باقي ما كتدخل ما باقي ما تحلش هي الامر وداك الشيء، مع العلم انني صيفط طلبات المراجعه وكل شيء، كنقول علاش اش هذا الشيء. وسبحان الله البنات شويه قلبت التليفون انا لقى رساله كيقولوا لي راه كان فعلا عندك واحد المشكل، اول حاجه بانك ما كنتيش مقاد لك الامور ديالك مزيان، ثاني حاجه قل التفاعل بزاف 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 بزاف. فقال لي الحمد لله تمت الموافقه وكل شيء، فنحمد الله البنات ونشكره لان ربي شاف من جهتي لانني تعذبت بزاف على قبل هذه القناه باش نوصلها، تكرفست عليها فعلا البنات. وكنشوف راسي انني كنحط فيديوهات ما كيطلعوش وكنقول ماشي مشكل، اليوم ما طلعوش غدا ما طلعوش ان شاء الله من بعد غيطلعوا. فاهم حاجه نوت اني فرحانه كنحمد الله وكنشكره، وبقيت كنبكي البنات قبيله بالفرحه والله كنقول شوف. بقيت كنصلي داك النهار ونقول يا ربي يا ربي ما تخيبنيش، والصراحه البنات ربي ما خيبنيش، الحمد لله الحمد لله اني تكرفست عليها وتعذبت عليها وربي ما خيبنيش. فجيت نقول لكم اخواتي شكرا لكم بزاف الدعوات ديالكم بزاف التواصل معايا الدنيا، والله الا خلعتينا معاك وبقينا المهم بقينا كنصلو داك الشيء وكنقولوا يا ربي باش يا ربي تقاد القناه، عكس بعد اللي قالوا قهرتينا بهذا بالبكاء والشكا، لان ما عندهمش قناه وكانت عندهم قناه وكانوا وقع لهم نفس المشكل كره داروا اكثر مني، لان القناه راه باش انك توصليها ولو غير 500 مشاهده راه صعيب الحال. فالحمد لله وشكرا لله البنات، كنحمد الله وكنشكروا فرحانه بزاف بزاف بزاف. ما قدرنيش البنات فرحه والله ما نكذب عليكم، راه جيت متوتره درت عليا الزيف بحال هكا باش نستر راسي وباش نقولها لكم الحمد لله. ودابا ان شاء الله غنزيد نعطيها البنات اكثر واكثر ان شاء الله بهذه الفرحه اللي دخلت عليا في هذا الليل هذا في هذا الوقت هذا، عطيت فرحانه يا البنات وكنت محتاجه انني نفرح. دابا ان شاء الله غادي نزيد ان شاء الله نخدم على قناتي ان شاء الله، وتنتمنى بفضل ديالكم اكيد ما غنكش هاد البنات، انا بلا بكم راه ما كنسوا والو اكيد، الا دعمتوني نتوما وشجعتوني وطلعتوني، لان المشاهدين هما اللي كيطلعوك وهما اللي كيهودوك. فإذا كنتو بصح باغيين اخوتي نوصل ان شاء الله ونطلع ونعاون راسي حتى انا بحالي بحال جميع اليوتيوبرز ما غاديش نعمم، فنتمنى انكم تبارطاجيو البنات القناه وتزيدوا تدعموني اكثر واكثر واكثر، انا محتاجه لكم اكثر ما كنت حاجه لكم قبل. وصافي هذا انا كان، وراني فرحانه بزاف، فرحوا لي البنات بزاف كيقولوا في التعاليق اش درتي دنيا هذا. فالصراحه قلت في عقلي بلا ما نقول حتى شي حاجه حتى يكون الامر حقيقي، ماشي غادي نقول مثلا وراني صايبت وداك الشيء ما صايبتوش. فدابا الحمد لله باش نرجع ليا الخبر ان الحمد لله كل شيء على ما يرام، الحمد لله والشكر لله، اقسم بالله البنات الا فرحانه والله العظيم الا دابا كنهضر معكم وربي شاهد والله البنات الا فرحانه فرحانه فرحانه، رجعت فيا الروح والله الا رجعت البنات فيا الروح. الصراحه راه صعيبه، راه غتقول لي انت شنو هي قناه، ولكن راه البنات صعيب هاد القناه البنات، راه اي حاجه تخيلوا وقعت ليا فيها، تعرضت للاهانه للذل للكذوب للبطول باش انني هاد القناه نحاول نخدم عليها ونحاول نعاون راسي بها ونعاون بنتي بها ونعاون شحال من حاجه اللي محتاجه ليها انا. الحمد لله وشكرا لله على كل حال، جميع الناس محتاجين والله، اي واحد يحتاج لشي حاجه يا ربي تيسر ليه الامور ان شاء الله، ويا ربي ترزقهم من حيث لا يحتسب يا سيدي ربي.
فاش نقول لكم انا فرحانه وتاسرع عشان تخلعات اي كتسمع فيا خلعتها عشان كنت باركه بحال هكدا وانا ندخل كنقلب وانا نلقى ديك راتي كنغوص ويا مالكي مالكي ماما كنقول راني فرحانه بزاف 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 انني المهم الحمد لله كنهضر بحال هكدا انا راه بحال هكدا يا طبيعيه والله البنات الا عشان نقول لكم فرحانه حيت نضادر. المهم البنات شكرا لكم بزاف بزاف اكيد هادشي بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى ثم بالفضل ديالكم نتوما لان كل ما كنتو شفتوا ما غاديش يكون اي حاجه والحمد لله انكم شجعتوني بزاف تواصلوا معايا قال لي دنيا ما تخافي من والو ذكري الله وشي نهار تطلع لك قناتك فالحمد لله والشكر لله بعد ان هادشي اللي كان هو المشكل اللي كان واقع ليا البنات وما كنتش قادره نقولها لكم كنت كنقول في عقلي غتقوليها ليهم غيصحابوك ما عاد كتسعي غيصحاب لان البنات راه كاين نقول لكم واحد القضيه راه ماشي كلشي كيحملني كتلاحظي كتحطي فيديو في البلاصه ديزلايك باقي كاع ما تفرجتش في الفيديو فهنا كيبان لك الخبث ديال بعض البشر الله يبعدهم علينا يا سيدي ربي والله يبعد الله يبعدهم علينا قد ما بعدت السماء على الارض هادشي اللي كنقول لكم بالبلاط ماشي غير عليا اي وحده تبعد من المشاكل وتبعد من هادشي ديال الصداع وهادشي ديال اليوتيوب تخدم على راسها في قناتها طلعت ما طلعتش بس ما تبقاش دير المشاكل هكا وتمشي تصور هنا وهذا بحال دابا انا البنات الصراحه جابت راسي وليت كنقول غنمشي نصور راسي فشي بلاصه لقيت فين نصور نمشي لراسي ما لقيتش بزاف كيقول لي دنيا قولي راجلك هو اللي يعاونك في القناه راه دير باش ما كيعرفش القناه والله كون كان كيعرف لا تيعاوني كيقول لي دنيا شوفي بزاف ديال اليوتيوبرز راه كيكون معاهم رجالاتهم كيعاونوهم هذا فانا البنات كون كان راجلي كيعرف القناه تكون لاباس عليا هو يصور معايا ولكن هو قال لي انا هادشي ما كنعرفش ليه ف ما نقدرش نوصل لشي حاجه ما كنعرفش ليه انا الحمد لله البنات بديت كنتعلم كنعرف شحال من حاجه انا براسي بديت كنصاوب البنات بزاف ديال المهم ديال المتتبعات كيجيو عندي عندهم قنوات انا وليت كنوريهم كيفاش يديروا داكشي الحمد لله شكرا لله من بعد ما دارت بيا واحد المره لنا داكشي الا قالك ملي كدربك قالك لي عدو الحنش كيخاف من الحبل هي ديالتي دارت بيا البنات من تما كنكون صافي عمرها مازال داربيا. المهم البنات غادي نقول لكم السلام عليكم جيت غير باش نفرح خواتاتي معايا كما كتقول لي دنيا حنا عائلتك وحتى نتوما كنعتبركم عائلتي الحمد لله دابا البنات راه عام ونص تقريبا طالعين في عامين وانا معاكم في القناه والحاره والحلوه شرفتها معاكم بالعكس ماشي كنتشكى عليكم ولا كنتسمى سعايه بالعكس راه واحد القناه تواصل معايا قالت لي بغيت دنيا بغيت نسولك هذه قناه البنات كبيره قالت لي كنلاحظ بان اي واحد واخا يكون باغي غير يستاشر مع خوت المتتبعين كيردوه سعايه لا خوتي راه كاين الفرق بين انك كتسعي وبانك مثلا جيتي تعاودينهم بحال انا راه حاله خاصه ماشي من داك ماشي خاصكم باش تفهموني انا ما عندي لا اختي لا عمتي لا جده لا والو اللي غادي نستشر معاهم راجلي ما كيكونش في الدار دائما بنتي باقا صغيره كنقول في عقلي وقعت لي المشكله تعال نقول المتتبعين ديالي حيت ما عندي شكون فانا ماشي بنات تكون عندي عائلتي مثلا داكشي نقدر شي حاجه اللي ما نقولهاش في القناه نقولها ليهم نتشاور معاهم يعطوني حتى هما الحل فكنجي لكم نتوما فانا المهم ما غنديش على التعليق السلبي دائما الطاقه الايجابيه وشكرا لكم بزاف 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 انني اليوم فرحانه شوف داخله براسي فيكم ما تديوش عليا انا اليوم البنات فرحانه بزاف بزاف ودابا ان شاء الله اختي غترجع الحداقه وغيرجع الشقه وغترجع الطاقه الايجابيه لانني البنات صراحه راه كنت مخلوعه راه شنو نقول لكم وراه فعلا البنات واش القناه كضربي تما لو ما تخلصش منها راه يبقى فيك الحال وراه انا بعد ما تبعت والله كتفي شهرين علاش كنتخلص لان كتكون المشاهده ميته المشاهده كتجي فيديو كيجيك فيه دولار اولا ما كيجيكش فيه انا بعد الفيديو هاد البنات كنضرب فيهم تما في الاخر ما كيجي فيهم والو وعادي وكنكملوا ضحكه وبخير المهم انت ولا انت اللي عزيز عليهم دنيا اي قناه يوميات دنيا هاد يوميات دنيا شي كيبغيها شي كيموت المهم قناه يوميات دنيا نتمنوا انكم ان شاء الله ديروا لي البنات واحد الحمله ان شاء الله انني نوصل ل 100000 ان شاء الله فضلا ليس امرا اللي كيبغيني انا اللي كيبغيني ان شاء الله بغيت ان شاء الله البنات نكمل واحد 100000 ان شاء الله ونبدا ان شاء الله البنات المشاهده تطلع ليا حتى انا بحال هكدا راه حتى انا البنات كندير فيديوهات اليوم زوين ماشي انني ما كنخرجش لبرا ما كنصورش راه ماشي فيديوهاتي خايبين بالعكس كنشارك معكم الواقع هادشي اللي كنشارك معكم راه هو الواقع ديال اي وحده راه كاين اللي عندها الفراش تبارك الله ما شاء الله وكاين اللي مسكينه على قد الحال كل واحد الناس طبقات وكل واحد كيمشي على جهده فالمهم البنات نتمنى ان شاء الله انكم تبارطاجيو معايا بزاف 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 ديال اللايكات وتبارطاجيو في القناه ديالي فيسبوك في واتساب راه كنحط لكم دائما اللي عجبتو القناه يبارطاجيها باش تعلي شويه المشاهده البنات راه الصراحه المشاهده ملي كنشوفها طايحه ليا كنقول علاش زعما انا شنو درت شنو كندير كون كنت كندير شي حاجه خايبه في القناه غيبقى فيا الحال نقول دنيا عيب كدير هادشي في القناه وبغيتي قناتك تطلع كي درتي لها
الحمد لله ما كندير شي حاجه اللي هي خايبه ولا غتغضب بني بالله، والحمد لله على كل حال. وبسلام عليكم البنات، الفيديو الجاي ان شاء الله جيت نفرحكم بهذا الخبر اللي انا فرحانه، ودابا غنمشي نكمل الفرحه ديالي اليوم، ما غنعش بالفرحه لانني فرحانه بزاف بزاف بزاف. ربي ما بغاش يخيبني وما حشمنيش الصراحه، فالحمد لله والشكر لله يا سيدي ربي، كنحمدك وكنشكرك. الله يرحم هاد كل وحده مسكينه دعات معايا في هذا الليل وبقاو بكات معايا، انا بزاف بكاو معايا مساكن، والله العظيم الا بقى فيهم الحال وتاثروا معايا وقال لي بقيتي فينا بزاف، قناه كتعاوني بها وهذا وقع لك في هذا المشكله تاع شوك لينا شحال هادي. اليوم ما بغيتش نقول لكم دابا باش ما تقولوش ليا راه متابعه غير الفلوس، واخا وحده قالت لي وانت اش تابعه مني كتصوري كون شنو باغا، قالت لي من حقك قالت لي انك تقولي قناتي باغا منها واحد المدخول شهري. المهم السلام عليكم، كنبقى نقولها وكنعاود نقولها، المهم سمحوا لي، بالسلام عليكم اخوتي.